الزول الزولك في الاوان، سلام على فيديو جاي نكوني داف بخير. سلام سلام عليكم، اتمنى الفيديو تاعي يلقاكم بخير. في هذا الفيديو سوف اعرفكم على نوع الخضروات التي تزرع في الشتاء او الخضروات الشتويه. نبدأ زراعة الخضروات الشتوية بداية من شهر 9 إلى غاية شهر 1. من بين هذه الخضروات التي نزرعها في بداية من شهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر إلى غاية منتصف شهر جانفي هي الثوم، الفول، واللفت، الجلبانة، الكسبر، السرق، بيتراف، الجزر، المعدنوس، الخس، والكرافس، الخرشف، والبسباس. هذه الخضروات جميعها تزرع بداية من شهر سبتمبر. أولا المثال الأول الذي نبدأ به هو الثوم. تبدأ زراعة الثوم بداية من شهر 9 إلى غاية منتصف شهر 1. إذا هذا هو الثوم تاعي، هذه هي الزريعة تاع الثوم. هذه هي بصيلات تاع الثوم. المثال الثاني هو البصل. هذه هي حبات البصل تزرع بداية من شهر 9 إلى غاية شهر 10. هذه هي البطاطا. الفول تبدأ الزراعة بداية من شهر 9 إلى غاية شهر 1 أو 2 على حساب الأمطار والحرارة. هذا هو اللفت. هذه هي الجلبانة. هذا هو الكسبر، زراعة الكسبر. هذه هي زراعة البيتراف أو الشمندر السكري. هذا هو السلق، زراعة السلق. هذه هي زراعة الجزر. هذا المعدنوس. زراعة المعدنوس. هذا هو زراعة الخس أو السلاطة. هذه زراعة الكرافس. هذه هي زراعة الخرشف. وأخيرا زراعة البسباس. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. أتمنى الدعم والمشاركة مع أصحابكم. إلى اللقاء.